استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح اليوم في قصر سموه بالرميلة سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله. بالمقابل استقبل سموه سعادة خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان الذي قدم للسلام على سموه وتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة كلا على حدة سعادة معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية وسعادة كاثرين بورا سفير الجمهورية اليونانية وسعادة مارسي غروسمان القنصل العام الكندي وسعادة رجاء رابيا القنصل العام الفرنسي الذين قدموا للسلام على سموه.